صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان، مع تحيات باسم بامبو سرحال السكفوري والمخرج جورج العلي. العناوين: ميقاتي بين الاعتذار والاعتكاف ويعطي فرصة أخيرة لإبراهيم. هل السياسة المالية الاقتصادية ستوضع ضمن مجموعة الوزراء الخمسة؟ قراءة خاصة في سياق النشرة. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال مع ماكرون دعم تأليف حكومة لبنانية قوية. اجتماع رباعي الأربعاء في الأردن لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان. بدأ العد العكسي لإصدار البطاقة التمويلية، لكن بالليرة اللبنانية المعرضة لمزيد من التدهور في حال استمرار الأزمة الحكومية. وبدأ العد العكسي من أمام الرئيس المكلف الذي يعطي فرصة أخيرة للوسيط السياسي اللواء عباس إبراهيم الذي سيعيد تشغيل محركاته بعد توقفها في خلال زيارته دمشق من ضمن الوفد الوزاري اللبناني. العد التنازلي الذي يجول في عقل الرئيس ميقاتي حده الأقصى الاعتذار وحده المعقول الاعتكاف، ترقبا للتهديد بين مزدوجين الصادر عن رئيس التيار جبران باسيل، وفيه أنه لن يبقى متفرجا على منع تأليف الحكومة، ملمحا إلى استخدام الشارع أو الاستقالة من مجلس النواب. لكن قبل الاعتذار أو الاعتكاف، محاولة أخيرة للتأليف، والمصادر لم تستبعد زيارة الرئيس ميقاتي لبعبدة الثلاثاء أو الأربعاء حاملا تشكيلة حكومية منقحة شرط أن يسبقه لواء عباس إبراهيم بحركة مكوكية بين بعبدة وبلاتينوم لحل عقدة وزارة الاقتصاد ومعالجة المطلب المستجد للرئيس المكلف بالحصول على وزارة الطاقة. وفي المعلومات أن وفدا من حزب الله سيزور النائب باسيل في الساعات المقبلة لبحث آخر مستجدات الملف الحكومي. قراءة سياسية في التأليف: هل السياسة المالية الاقتصادية ستوضع ضمن مجموعة الوزراء الخمسة خلافا للصلاحيات الدستورية المعطاة لمجلس الوزراء مجتمعا؟ جورج يسبيك. لم تقدم ولم تؤخر حكومة الـ14 في مسار التأليف لانكشاف هشاشتها وهيكلها السريع العطب كبالون اختبار أطلق لملء فراغ مفاوضات التأليف. ويعود العمل اليوم من النقطة التي توقف عندها الوسيط عباس إبراهيم، وهي سحب وزارة الاقتصاد من حصة عون وضمها إلى حصة ميقاتي في حكومة من 24 وزيراً. وتبدو المشكلة مزدوجة، مشكلة الثلث المعطل التي يريدها العهد مباشرة أو مداولة، ومشكلة أكثرية الأصوات أي 3 من 5 ضمن الوزارات المعنية برسم السياسة الاقتصادية والتفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي، وهي المالية مع أمل والاتصالات مع المردة والطاقة والاقتصاد والشؤون مع العهد. وبتنازل عون عن الشؤون أو الاقتصاد أو الطاقة تصبح أكثرية القرار الاقتصادي مع تحالف الثلاثي بري ميقاتي فرنجي. هذه الحسبة لدى الفريقين تكشف السند اللادستوري الذي ستقوم عليه الحكومة، بحيث ستكون مجالس ضمن مجلس الوزراء، وبحيث ستكون الحكومة بيتا بمنازل كثيرة وجزرا سياسية داخل الحكومة ومربعات حزبية هدفها حماية مصالحها على مشارف الانتخابات النيابية المقبلة. هذه هي الحسابات الرخيصة لدى الفريقين، وأساسها من سيكون الرابح الأول من المفاوضات مع صندوق النقد، وعلى اسم من، ميشيل عون أو نجيب ميقاتي، ستضخ أموال الصندوق إلى لبنان في حال نجاح المفاوضات، ومن سيقول للناخب في نيسان المقبل
أنا المنقذ. هذه الحسبة القائمة على الوزارات الخمس بدل الحكومة الواحدة تنزع عن الحكومة مجتمعة أهم صلاحية مناط بها، وهي وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات كما ينص عليها البند الأول من المادة 65 من الدستور، ووضع القرار الاقتصادي بيد خمسة وزراء يمثلون ثلاثة أحزاب، وتنزع عن رئيس مجلس الوزراء أهم صلاحية له، وهي أنه يمثل الحكومة ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء سندا للمادة 64 من الدستور. الجميع يفتش عن ربح سياسي على أنقاض الخسارة العامة التي مني بها كل الشعب، إنه سر الانتخابات النيابية. وفي اختراق للمشهد الآيل إلى الاعتذار أو الاعتكاف، غرد نائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر كاتبا: الحكومة إلى النور خلال 48 ساعة. خلال 24 ساعة الماضية جرت اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن بالرئيسين لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، بالإضافة إلى مسعى فرنسي مكثف نتج عن ذلك تفاهم شبه نهائي على حكومة من 8 وزراء لكل فريق. إذا صعد الميقاتي غدا أو بعده إلى بعبدة ستولد الحكومة. مبدئيا اللعبة في أخرها، وكل طرف سيحصل على ضماناته، ولاحقا حديث عن القطبة المخفية والشكر لباخرة السيد. النائب قاسم هاشم لفت عبر صوت لبنان هذا الصباح إلى أن حركة الاتصالات أمام فرصة أخيرة. عاد الزمود ليسيطر على الملف الحكومي بعد أن زادت أجواء التفاؤل في الأسبوعين الأخيرين، ولكن طبعا الأيام الأخيرة حملت الكثير من المد والجزر بالتمسك ببعض المواقف، حاول الوصول لحصص معينة في هذه الحكومة، وعاد الزمود. طبعا تزمدت كل حركة الاتصالات على أمل طبعا تبدأ هذه الحركة وتعاود فعاليتها، خصوصا من الوسيط الأساسي خلال الساعات القليلة لتعود الأمور لحرارتها. لعل طبعا هذه الاتصالات في اللحظات الأخيرة تستطيع أن تثمر إيجابية جديدة وأن تساعد في تدليل بعض العقبات. طيب، هناك كلام عن أنه الساعات المقبلة رح تكون مفصلية، فشو المعطيات يلي لديكم حول هالموضوع، وهل الاعتذار هو الخيار الأقوى لدى الرئيس المكلف برأيك؟ ستعاود حركة الاتصالات لتكون أمام فرصة أخيرة بعد أن تجاوزت الكثير، فإذا لم تكن تستطيع أن تصل إلى إنهاء هذه العقد بشكل سريع، فهذا يعني أن هنالك قدمة مخفية وأن الوصول لإنجاز الحكومة يصبح مستحيلا. لكن موضوع الاعتذار، قال الرئيس المكلف أنه لم يقترب منه، لكن في نهاية الأمر أحد الخيارات التي قد تكون مطروحة في اللحظات الأخيرة، خاصة وأن الرئيس المكلف قال أكثر من مرة أن المهل لن تكون مفتوحة. والأزمة الحكومية كانت حاضرة في الاتصال الذي أجري بين رئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أكد أهمية بذل المساعي من جانب إيران وفرنسا وحزب الله من أجل تأليف حكومة لبنانية قوية، وطالب فرنسا بأن تلعب دورا في رفع العقوبات عن لبنان، مشيرا إلى عدم تردد بلاده بتقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية للبنانيين. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وفي خلال القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، أكد أن لا خلاص ولا تقدم مع هذه الزمرة الحاكمة التي يشكل نواتها الصلب الثنائي حزب الله والتيار الوطني الحر، ودعا إلى انتخابات نيابية تكون نقطة الانطلاق والخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية فور اكتمال عقد المجلس النيابي الجديد وتشكيل حكومة إصلاحات فعلية تبدأ فورا بمسيرة الإنقاذ المنشود. البطاقة التمويلية على طاولة البحث بعد هذا الفاصل.
أزمات اجتماعية اقتصادية تتفاقم، من الدواء إلى المحروقات إلى الانتحار، فكيف نواجه الصعوبات في عائلاتنا ومجتمعاتنا؟ مش أول مرة لبنان بيمروا بأزمات. إذا معمرين بيتنا على الرمل بده ينهد، إذا معمرينه على الصخر بده يسبح. نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشيل عبود، الاثنين بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوال ليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر في موشات المساء. علم الغيب يسود في الحكومة، وخطوط النفط والغاز ترسم مواقع النفوذ. وفق أي توقيت إقليمي يتم الإفراج عن الحكومة؟ وهل دخل لبنان مرحلة التغييرات المصيرية؟ القراءة مع الصحفي والكاتب السياسي ميشيل توما. موشات المساء بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح. اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أن إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي يعني أن المنظومة الفاسدة تخشى المساءلة والمحاسبة، ولفت في خلال استقباله وفدا شبابيا إلى أن الشعب ضحية وليس مرتكبا، ويجب أن يعرف من يذله يوميا للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحرية. مطران بيروت للروم الأرثوذكس اليسعودي سأل هل من أمل بعد؟ ألم تبصر الحكومة النور إلا على أشلاء المواطنين في الحوادث المتكررة هنا وهناك؟ هنا أتساءل مع الكثيرين، كيف ينام مسؤول وشعبه يستعطي رغيف الخبز وحبة الدواء وقطرة المحروقات؟ أفادت قناة المملكة الأردنية بأن الأردن سيستضيف اجتماعا لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان يوم الأربعاء لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء. وزير الطاقة ريمو غجر لفت إلى أن إعادة إحياء اتفاقية استجرار الغاز من مصر ستمكن لبنان من زيادة الطاقة الكهربائية بحدود 4 ساعات إضافية، زيادة عن الساعات التي يؤمنها النفط العراقي. وعن الموعد المتوقع لحل أزمة البنزين والمازوت قال غجر عندما يرفع الدعم أو عندما يصرف مبلغ 225 مليون دولار الذي أعطي بموافقة استثنائية يتحرر سعر المحروقات ولا يعود هناك خوف عند الناس من تقلب الأسعار. أضاف إذا كان هناك فرق كبير بالأسعار بين لبنان وسوريا فسيستمر التهريب، وهنا دور القوى الأمنية في ضبط الحدود. البطاقة التمويلية على طاولة البحث اليوم. جوزيفين أبي غصن. يعقد عند 10:00 من قبل ظهر اليوم اجتماع في وزارة الطاقة يضم كافة المعنيين في قطاع النفط لدراسة موضوع البطاقة التمويلية التي ستعتمد بموازاة الآلية التي ستتبع لرفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، لأن موضوع الدعم وفق آلية 8000 ليرة لن يدوم أكثر من منتصف الشهر الجاري، فال 222 مليون دولار الذين صرفوا لهذه الآلية استنفدوا. وترسو اليوم 4 بواخر من البنزين والمازوت قبالة الشاطئ اللبناني بانتظار أذونات التفريغ وتحديد وفق أي آلية دعم سيتم التفريغ 12000 16000 أو رفعه كليا. هذا في وقت بدأ رسميا وشرعيا العمل بالمازوت غير المدعوم، وقد حصلت جمعية الصناعيين على الموافقة بذلك من قبل الدولة، وسعر الطن بحدود 570 دولار لدى الشركات المستوردة. الرئيس السوري بشار الأسد وفي خلال استقباله وفدا درزيا أكد أن سوريا تستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين، طارحا فكرة إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة على صعيد الطاقة البديلة واستعداد سوريا لوضع بعض أراضيها الشاسعة في خدمة مشاريع مشتركة ومشاريع إنتاجية. مستويات الفقر في لبنان في ارتفاع غير مسبوق. مروان الأدوم.
لا داعي للتقارير الدولية، وآخرها تقرير الإسكوا الذي أشار إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان من 52% إلى 82% في عام واحد، فيكفي أن نرى ما يحل بالشعب اللبناني يوميا من ذل وتعاسة وانتهاك لأدنى حقوقه في طوابير الذل على مختلف أنواعها، والفواتير الباهظة التي بدأت تظهر في المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء التي تعتبر الأغلى عالميا. هذا الاتجاه الانحداري نحو الفقر والبؤس في لبنان لا يواجه حتى الساعة بخطة إنقاذية فاعلة، بل هناك سياسات حكومية لحكومة تصريف الأعمال لا ندري إن كانت ستفلح في وقف التدهور، بحسب الخبير الاقتصادي موريس ماتا. الإسكو في تقريرها كانت دعت إلى تأسيس نوع من صندوق التغاضد والتضامن لجمع نوع من التبرعات وجمع نوع من المساعدات ولتقديم الدعم لهذه النسبة الكبيرة من السكان في لبنان الذين تعرضون للفقر، ومنهم جزء كبير في الفقر المدقع متعدد الأوجه. وهنا الخطورة، نتحدث عن التعليم، عن الصحة، عن الرعاية. متى تحدث عن إمكانية العمل المشترك على حلول سريعة بالتعاون بين الداخل والخارج والمجتمع الدولي والأهلي. هناك حلول كثيرة بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، منها البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومن هنا أيضا أهمية الإسراع في تشكيل حكومة والسير في برنامج تمويلي مع صندوق النقد، وفي توسيع مروحة التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والمالية العالمية التي تساهم لديها برامج للمساعدة في التخفيف من وطأة الأزمات على الشعوب. في ظل كل ما نشهد ونعيش ونسمع عن مستقبل قريب سوداوي اقتصاديا ومعيشيا في لبنان، لا تزال الطبقة السياسية تمعن في المصارعة واللهس وراء الحصص لتناتشها غير مبالية بأوجاع شعبها. مروان الدوم، صوت لبنان. ينضم إلينا الآن في هذه النشرة رئيس تجمع أصحاب المولدات عبد سعادي. صباح الخير. صباح النور أستاذ سعادي. هل عم بتأمنوا مزود؟ صار في مزود بالبلد؟ لا، لهلا ما بعرف في مزود، ولهلا في مشكلة أكبر. أقلك شو هي؟ نعم. وزارة الطاقة عملت تسعيرتين، عندها تسعيرة اللي هي مزود مدعوم، وفي شيء عملت حدا ماشي بتسعيرة تانية، يعني بمعنى شال الدعم، عم ببيع الطن 570 طلق، يعني بمعدل 11 مليون، وهو حقه طعن له 5.5 مليون. نعم. فهيدا فرمل كمان السوق أكثر، لأنه اللي كان بده يبيع ما عادش يبيع. كيف؟ نعم. يعني قديش سعر الكيلووات لشهر آب؟ لشهر آب يعني اللي جاي ولا اللي راح؟ لا، اللي مرة، يعني قديش تسعر؟ اللي مرة انتسعر 2367، يعني 2400 ليرة بمعدل. نعم. والشهر المقبل رح يكون أكتر؟ الشهر المقبل نحن قلنا هيديك اليوم. نعم. إذا بقوا نشيلوا الدعم نحن ما فينا ندور كهرباء، يعني كانت الأجواء إنه آخر الشهر بدنا نشيلوا الدعم. نعم. احنا قلنا انه بين 10 و 15 شكلهم رايحين يشيلوا الدعم. المعايدة اللي بتقول اذا شلتوا الدعم احنا ما عندنا كهرباء، ما فينا نبيع كهرباء، لان احنا فينا نعبي مزود ولا الناس حطية تدفع. نعم. فقالك ده حتصير الكيلووات اذا انشالت على السعر الصرف 20,000، حيصير الكيلووات 8000 ليرة سبنا. نعم. فمعدل 8000 ليرة اذا بتصير 5 أمبير، انت قلنا بدك تضربيها اضعاف عن طالعه. هلا عارف انتو كنترول الرقم، انا راح احكي عن الرقم. نعم. يعني اليوم اللي طلع 800 او مليون على تسعيره 3,750,000 طن، بكره حيصير 11 مليون، حتطلع 3 اضعاف. نعم. طيب بحال رفع الدعم مثل ما عم بتقول اواخر ايلول، شو الاجراءات يلي انتو رح تعملوها رح تاخدوها؟ شو؟ ما فيش عندنا اجراءات. النهار اللي بيشيلوا الدعم بقولوا الطن صار ب 11 مليون وب 12 مليون، ما حدا منا قادر يعبي. رح اقول لك ليش استثناء. اللي عم بيعبي منا على موتوره 100 مليون رح يصير يعبي 500 مليون. نعم. ونحن 90% من اصحاب المولدات ما معنا المبلغ لنعبي. رح تطفوا الموتور يعني؟ ما رح نقدر نستمر. نعم. بدنا نجيب حدا بيديننا 500 مليون؟ انت اذا بتروح هلا على البنك لتجيب مصرياتك ايش حدوك 3 مليون. الوضع كثير
مأساوي. وهون بدهم يجربوا ينتبهوا، هون بدهم يجربوا ينتبهوا. الحل تسأليني شو الحل؟ عنده الحل، حل من الثاني، يا بيتركونا المازوت الشعب اللبناني ومش أصعب للمواندات. نعم. موضوع الكهرباء يدعموه على 3900، بيتركوه على 3900 بتضل محمولة شوية الفاتورة وبيعطونا شوية ساعة تغذية، يا بيروحوا بيجيبوا الكهرباء 24/24 بيخلصونا من القرف ومنفل على بيتنا، ما في غير هيك. شكرا لرئيس تجمع أصحاب المولدات عبد السعادة. في يوميات كورونا 12 وفاة و864 إصابة جديدة في الساعات 24 المنصرمة. المدارس على الأبواب ولا قرار بعد بشأن رواتب الأساتذة. رانيا عبيد. أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي، وحتى اليوم لم تحل أزمة الرواتب والأقساط، كذلك تنقلات الأساتذة والطلاب. هيئة التنسيق النقابية دعت إلى مقاطعة العام الدراسي كما بيوم غضب النهار الأربعاء. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يعلق عبر إذاعتنا. من وقتها منصدر القانون 46 يعني من سنة 2017 وما أخذوا الدرجات الست، هو عم نطالب فيهم مع كل المتأخرات تبعهم على 4 سنين، وما كمان الزيادة يلي لازم تلحظها هلأ المدارس نسبة للوضع يلي نحن فيه. مطالب القطاع التربوي ملحة وضرورية، وعن مصادر رفع رواتب الأساتذة أجابنا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. المصدر الأول هم الأهل، وهذا هو المصدر الطبيعي للتمويل بقلب المدرسة من خلال الأقساط المدرسية، ولكن نحن بنعرف أنه الأهل هم أيضا في ضيق اقتصادي نتيجة هالأزمة الاقتصادية. المصدر الآخر هو الدولة من خلال إقرار مشاريع القوانين الموجودة بأدراج المجلس النيابي. هناك إقرار البطاقة التربوية لما زلنا عم نطالب فيه انطلاقا من حرية التعليم في لبنان. المصدر الثالث للتمويل هو المساعدات، هناك دول، هناك جهات مانحة مستعدة أنه تدعم المدارس. وعن الحلول أجاب الأب نصر. حل أنه ينعطى للأستاذ بون بنزين. هناك أيضا حل تأمين ودعم مادة المازوت للمدرسة بحاجة لها. لا يجوز أنه للسنة الثالثة يبقوا الطلاب بالبيت، ولازم تفتح المدارس، لازم يبلش العام الدراسي. بين العودة واللا عودة على الدولة والجهات المعنية التحرك فورا لإنقاذ العام الدراسي، فللأساتذة حق براتب يؤمن أدنى مستلزماتهم، وللتلاميذ أيضا حق بالتعلم. رانيا عبيد، صوت لبنان. يشارك البطريرك الماروني الكاردينال مرشارة بطرس الراعي وبطريرك انطاقيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المؤتمر الإفخارستي الذي يمتد على مدى أسبوع. وسيبحث المؤتمر شؤونا تتصل بالأزمة الوجودية التي يعيشها المسيحيون في المنطقة والسعي إلى تثبيت وجودهم. نفى رئيس مطار رفيق الحرير الدولي فادي الحسن ما يتم تداوله عن ضرورة حضور المسافرين إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد الإقلاع بسبب مشاكل تقنية، وأكد وجوب الحضور قبل 3 ساعات كحد أقصى من وقت الإقلاع. أعلنت حركة طالبان أنها استولت على مقر حاكم ولاية بنشير وغيره من المرافق الحكومية هناك بعد اشتباكات في مركز الولاية. في المقابل طالبت جبهة المقاومة الأفغانية بوقف إطلاق النار وانسحاب طالبان من بنشير، وأكدت أن العمليات العسكرية ستتوقف إذا التزمت طالبان بشروطنا. أكد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا أن الرئيس ألفا كوندي لم يتعرض لأذى وأن سلامته مضمونة وسمح له بالاتصال بأطبائه. وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة التي احتجزت كوندي صباح الأحد بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة إنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون.
الخارجية الأمريكية لفتت إلى أن الإجراءات المتخذة في غينيا يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين على دعم البلد. هذا ونددت فرنسا والاتحاد الإفريقي بالانقلاب ودعوا إلى الإفراج عن الرئيس. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار بولاية فلوريدا وإلقاء القبض على المهاجم الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل مفخخ. نبقى في أمريكا حيث ارتفع عدد ضحايا الإعصار أيضا في شمال شرقي البلاد إلى 50 قتيلا على الأقل. بات عدد المصابين بكورونا في العالم على عتبة 221 مليونا فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4,741,176 حالة. وتستعد وزارة الصحة الإسرائيلية لإطلاق حملة تطعيم بجرعة رابعة من اللقاح المضاد لكورونا لتفادي أي متحور جديد. رومان طنوس والصفحة الرياضية. صباح الخير. بأخبارنا لليوم على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين بالأمس، وقد شهد الدقيقة 5 من المباراة دخول وفد من وزارة الصحة البرازيلية إلى أرض الملعب لإخراج اللاعبين الأرجنتينيين 4 الذين يلعبون في إنجلترا ووضعهم في الحجر الصحي، إلى أن لاعبو الأرجنتين رفضوا ذلك وتركوا الملعب. وبأخبار نجوم كرة القدم قال اللاعب كريستيانو رونالدو أنه هو أعظم لاعب كرة قدم في العالم، ووصف ليونيل ميسي بأنه أفضل لاعب واجهه حتى اليوم. أما بالتنس، وصل الروسي دانيال ميدفيديف إلى الدور الربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه على البريطاني دانيال إيفانس. محليا، استعاد السائق اللبناني روجيف غالي وملاحه جوزيف مطر على لقب رالي لبنان الدولة 43 بعد ما تصدر الترتيب العام النهائي بختام المنافسات يلي تزالت لمدة 3 أيام. الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة. كان في هذه النشرة ميقاتي بين الاعتذار والاعتكاف، ويعطي فرصة أخيرة لإبراهيم. هل السياسة المالية الاقتصادية ستوضع ضمن مجموعة الوزراء 5؟ قراءة خاصة في سياق النشرة. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال مع ماكرون دعم تأليف حكومة لبنانية قوية. اجتماع رباعي 4 في الأردن لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.